تجرى في ملعب واحد، وبالتالي هذه محاولة لفريق أولمبيك أسفي خطيرة، محاولة الهدف لفريق أولمبيك أسفي بالفعل في هذه اللحظة الهدف الأول، طريقة جيدة لتمكن بها فريق أولمبيك أسفي ضد مجرى اللعب، أقول ضد لأنه في الوقت اللي كان فريق أولمبيك أسفي يبحث عن هدف السبق، فريق أولمبيك أسفي يستغل الفرصة، هجوم مضاد وتمريرة جيدة من اللاعب رفيق عبد الصمد اللي كتعطي الهدف اللي غنشاهده مرة أخرى، وفرحة كبيرة لجماهير ديال أولمبيك أسفي اللي أكيد أنها سعيدة بهذا الهدف، لأكيد أنه سيغير من وجه المقابلة. في الوقت اللي المغرب التطواني كان كيحاول أنه يبحث عن الهدف كيجي فريق أولمبيك أسفي وهدف رائع، كنلاحظوا كيف انه الكره اللي ترفعات وبطريقه جيده ما تركت اي حد الحارس الكناني واللي من الجهه اللاعب